Comment? Ah, pull ma barbe. Viva!
واللي يفهم كلام مدام ماريا باش يكمل يتفرج على الفيديو هذايا ويعطينا تعليق شنو فهم من الفيديو هذا. متفاهمين شنو بيت حطوا تشدوا من توا شنو باش نسالوا من بعد التالي. شنو انواع العنف؟ كيفاش يتمارس العنف ضد الاخر؟ معناها وقتاش واحد يولي عنيف؟ وشنو النتائج معناها العنف مثلا؟ هذا باش نحكوا فيه. والفيديو هذه لكم انتم بصفه خاصه على خاطرها تحكي عن العنف في الوسط المدرسي. كيفكم انتم اللي هنا في المدرسه باش نتفرجوا على العنف في الوسط المدرسي؟ تم شكون يفهم اللغه الفرنسيه؟ شفنا شنو اللي صار. شفتوا هذيك؟ شو عمل الشغل؟ لا عملوا واحد طلع يدير جواب واحد. هذا تكملوا شيء. شوف كيفاش تعمل باهي هكا تقطع وهجر باهي تقل نحن ورقه. كيفاش الورقه كانت معلقه في الحيط ومشدوده بالسكوتش؟ معناها حاجتنا بها الورقه هذيك. فما ناس حاطينها خاطر حاجتنا بها الورقه هذيك. كيما راسكم هذايا لهنا مثلا اي ما تجيش تبدا معناتها انت ما تشوفوا ورقه وهم قطع. Yeah.
الخروج.